FM. جايين على إمام خد الأبيض أنت إمام مش خلف إمام خد الأبيض راهو شيء فادي يا عندي خوياتي من أصحاب شهادات عندي عندي مخدم حتى حرج في الدار جيت جيت خد في إمام جايين على جيت إمام الظاهر نجيب لك البرت أنت نتاعي وهذول عائلك يا نصلي عليك نجيب لك البرت أنت نتاعي تقعد حير بيك كيفاش صار بيك من الفيل كيفاش بطل كيفاش بطل أنا بطلت نشوف خوياتي أنا صغير في دارنا بطلت نشوف خويا سياد يوقف في دينار ما عاد لازم علاش نقراني انا مشي للشارع لو علمني برشا حاجه الشارع علمني شجاع الشارع يعطي يخطبك لابوراتوار تاع الدويز انت تعرف اش عامل يخدم في صيدليه مع واحده معناها جاي جوه تخدم في صيدليه ولد عمها على اساس هي حياه صيدليه جاي هي معناها صاحب سيد المستشار طارق هي مقاريه السابع سيد كيفاش تحب واصل هذه التانية اللي شفناها والله أكثر من 100 باقي تم برشا تجاوزات يعني تم حاجات جديدة تصير في البلاد ما برشا ناس ما فهمتهاش إلا متى يعني شيء مشكلة هو توا المواجهة الوضعية هذه مشكلة واضح توا بالشهادات هذه أنا ديجا سمعت شهادات في الانترنت فما مشكلة على مستوى معناها الفرق والتمييز جهاز الأمن بين مواجهة مشروع على بين الخلط مع هذيك مع مواجهة الناس بشكل عام يولي كانوا ربما ضرب على الهوية أحيانا الهوية لهنا الروحية كتبة من الروحية يعني ممارسة تخديمة ما هيش في مصلحة طبعا جهاز الأمن جهاز الأمن يجب وقت تصلح لكن زيادة يجب فما شوية ضغط زيادة مش تصلح يجب أن أتكلم كيف هكا استخدم موقف تسكتش أنا نحيي فيهم اللي جاوا لهنا بالرغم إصاباتهم والجروح نتاعهم والثورة إذا كان عملت حاجة أنه أعطيت الحق للأمنيين أنهم يتكلموا يعملوا قبل لكن أعطيت أيضا الحق للمواطنين أنهم يحتاجوا وقت الأجهزة تصير تجاوزات أمنية وهذا واضح فما تجاوزات أمنية ثم عائلات شهداء زاد معتصمين يعني بعد الحكم الصادر يعني نهار السبت عائلات شهداء كان صعب ساعة على حقيقة اللقاء يعني حتى شك اللي مختلف القطيف تاع طبقة سياسية تحس بكثير من الفجر تجاه العائلات تاع الشهداء. نحن باش نحاولوا نجمو نعملوا للدارك الموضوع خسرنا معركة ما خسرناش الحرب. فما قانون نجم يتعمل ونجم على الأقل للدارك فيه. نجمو يعني نبدلوا المحكمة نجم من خلال القانون هذا تتعاود العميد في المحكمات. تتعاود وتولي تحت الضوء. وبعض القضاة يعرفوا اللي مهمش قاعدين يحكموا أيضا بعض المحامين متاع المتهمين وبعض الإعلام اللي مع المتهمين يعرفوا اللي الناس فاقت ما عادش باش تصرف كيف مقبل ما عادش يقولوا لنا فماش ثورة وفما مرتزقة ونجت من برا المحامين ما عادش باش يروجوا لنا كذبة متاع ما فما شيء والقضاة يقولوا يعرفوا وضع جديد السيد الرئيس قال لمدير القضاء العسكري لا هو التصحيح اللي قاله كانت مرة قديم في علاقة بالعميد القطناسي وقاطع عينه في الدكتور لكن الرئيس عبر عن الموقف اليوم واضح استقل وزير الدفاع على ضرورة تسريع في الطعن وأنه الأحكام ليست في مستوى انتظارات عائلات الشهداء هذا موقف مبدئي عبر عليه الرئيس احترم المؤسسة القضائية لكن فما مواقف ما نجموش نسكتوا عليها اليوم
الناس كل تفرج في الندوة الصحفية بتاع المقاولين كانت القرائن واضحة بعكس اللي يتقال اللي فات فارغ المفاد مش فارغ كانت فيها عديد المعطيات وعديد القرائن وعلى أساس القرائن هذيك تم إدانة بتاع أحكام عالية في الابتدائي ونشوف من عرش 20 سنة ل 3 سنين سرسي هذا مشكلة كبيرة. أما القاضي مول خارج الموضوع ولا بطريقة ثانية خارج مش كل زوز يكونوا فرد. شو الحل؟ احنا قلنا بالنسبة للموضوع هذا القانون بتاع اللي مشيت عمل قانون العدالة الدولية وتلقيح الفصل الثاني ربما والقانون 44 معناتها اللي هو مقترح من عبد الركعي.